إذا مشاهدينا الكرام نتابع مع حضراتكم على الهواء مباشرة الآن وصول وزير الخارجية سامح شكري إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا العام العديد من التحديات تواجه اجتماعات الجمعية العامة والعديد من الاقتراحات المتعلقة ليس فقط بالأزمات الحالية وإنما بعمل المنظمة الأممية. هذه مشاهدينا فعاليات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي يحضرها ووصلها وزير الخارجية سامح شكري. مصر تحمل العديد من الملفات بطبيعة الحال المتعلقة بالشأن العالمي المتعلقة بالشأن الأفريقي في ظل أزمات عديدة وأيضا كوارث تتعرض لها العديد من الدول، هذا فضلا عن النزاعات السياسية في العديد من الدول الأفريقية لا سيما في السودان. تحمل مصر على عاتقها نقل هموم وتحديات الدول الأفريقية تحديدا في هذه القمة، هذا بجانب العديد من الملفات الأخرى المتعلقة بملف التغيرات المناخية نظرا لأن مصر الرئيس الحالي لقمة كوب 27 المعنية بالتغيرات المناخية. الأمين العام للأمم المتحدة سبق وأن أكد أن أهداف التنمية المستدامة ليست مجرد قائمة أهداف بل هي تحمل أمال وأحلام وحقوق وتوقعات للعالم في كل مكان على وجه الأرض. أيضا الأمين العام للأمم المتحدة دعا خلال القمة إلى تنفيذ خطة إنقاذ لتجنب تخلف أهداف التنمية المستدامة عن ركب التقدم، بما أن 15% فقط من الأهداف العالمية تسير في المسار الصحيح، وهذا يرجع إلى العديد من الأزمات العالمية التي تجعل من هذا المسار يسير عكس العديد من الأهداف الأخرى. وبالتالي يجتمع القادة في نيويورك لبحث هذه الأمور، وهناك على هامش فعاليات القمة أيضا مؤتمر القمة المعني بالمستقبل، هذا المستقبل الذي يخيم عليه العديد من التوترات على المستوى السياسي على مستوى الكوارث الطبيعية على مستوى التغيرات المناخية. بما أنها أزمات كبيرة يواجهها العالم حاليا فبالضرورة كما أكد قادة العديد من الدول أن ترقى الأفعال ونتائج هذه القمة لحجم ونطاق الأزمات التي يشهدها العالم حاليا، بما أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 يواجهها العديد من التحديات، توقعات كثيرة يترقبها العالم بتكثيف الجهود في هذه القمة على المستوى السياسي وعلى المستوى البيئي أيضا، العديد من التحديات منها القضاء على التلوث البلاستيكي، جسر الهوة الرقمية، استغلال فوائد الذكاء الاصطناعي أيضا، بما أنه حدث جديد يطرأ على العالم ولابد من مواجهة إيجابياته وتجنب سلبياته. من المنتظر أيضا يعني أن تشارك مصر في العديد من اللقاءات والفعاليات أثناء القمة في انتظار اعتماد إعلان سياسي يجابه التحديات ويواصل أهداف التنمية المستدامة لوضع العالم مرة أخرى على المسار الصحيح نحو المستقبل الأكثر أماناً.